من حقكم أن تتساءلوا أو أن تسألوني ما مرجع إصراري على أنها رسالة. إيه الفرق اللي بيننا وبين الطبيب أو المهندس أو الحرفي أو الصيدلي أو الباحث في العلوم أو الزراعي؟ والأمثلة لا حد لها. كل هؤلاء المهنيون أو الحرفيون يؤدون عملا جديرا بالاحترام، ولم يزعم أحد منهم أن قيامهم بما يقوم به يدخل في باب الرسالة. أمال أنا بقول رسالة ليه؟ لحاجة مش عاوزكم تنسوها أبدا، أن المحاماة نيابة ومحاماة أي دفاع وحماية للغير. لفظ الغير هو مفتاح الرسالة. فارق بين أي مهني وبين المحامي أن المحامي لا يعمل لحساب ذاته، وإنما يعمل على الدوام للغير ونيابة عن الغير ودفاعا عن الغير وحماية من محاماة لحقوق الغير. من أجل هذا كانت المحاماة رسالة. هذه الرسالة لا يمكن أن يقوم بها من يرتدي أن يسير في الصف. يعني إيه يسير في الصف؟ يستطيع الموظف يلتزم، يروح ديوان الوظيفة في ميعاده، يؤدي العمل الموكول إليه، ينتظر العلاوة في موعدها، ينتظر الترقية في موعدها، يسعى إلى سفرية أو يسعى إلى بدل سفر أو يسعى إلى علاوة، ولكنه في الطابور. المحامي ما ينفعش يبقى في الطابور، ما ينفعش. ليه؟ لأنه يجب أن يغرد خارج السرب. يعني إيه يغرد خارج السرب؟ محامي، عشان نفهم ما معنى التغريد خارج السرب، أن المحاماة تقوم بعمل مجيد جدا متميز جدا لا يستطيع الأوساط، يعني المتوسطي الكفاءة أو العلم أو المعرفة أن يقوموا به. ليه؟ المحامي قد يتحدث إلى قضاة أسبق منه تخرجا وأكبر منه سنا وأعرض منه خبرة، ولكن المطلوب منه في مرافعته الشفوية أو المكتوبة أن يزحزح عقيدة ربما تكونت في ذهن القاضي أو القضاة. هذه الزحزحة لا يمكن أن ينجح فيها أحد إلا أن يكون من المتميزين. والتميز ما هيش مجرد شعار، ما هوش مجرد حلية، لا، التميز واقع، وهذا الواقع هو أساس مشروعية المحاماة. المحامي لو شأنه شأن اللي واقف في الطابور أو شأن الموكل الذي لجأ إليه أو شأن القاضي الذي يترافع أمامه أو شأن وكيل النيابة أو 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 إلى آخره، فقد مشروعية وجوده ووجود المحاماة. ليه؟ لأنه يحلقه فوق السحاب ليصل بقناعة المتلقين عنه إلى ما يبتغي أن يدخله في صفحة وجدانه. استحالة ينهض على ذلك ويحققه إلا إذا كان متميزا. ولا بد أن يقتنع المحامي والمحامية أنه يتعين عليه أن يكون أو أن تكون متميزا أو متميزة، لأنه في هذا التميز مشروعية الوجود، مشروعية الدور، مشروعية الأداء، مشروعية الرسالة. كيف يحدث هذا التميز؟ التميز ده حصاد أولا موهبة، والموهبة كما قد تكون
مخلوقة هي أيضا نتيجة دربة ومرار، نتيجة صبر ورياضة للنفس، نتيجة اطلاع وقراءة وتحرك في الحياة بما أسميه شوق بالقاف إلى المعرفة. هذا هو الفارق بين المحامي أو المحامية وبين سواه، أنه يتحرك في الحياة تملأ أشواق إلى المعرفة. هذا الشوق هو الذي يجعله لا يترك شيئا يمر أمامه دون أن يسعى لمعرفته. هذا السعي الحثيث هو الذي يكون التراكمات الثقافية التي تجعل من المحامي صورة متميزة. واحد مننا ممكن يمشي في شارع عدلي، كنا بنقول شارع عدلي، شارع عدلي، ويمكن لو 80% مننا سألوا أنفسهم مين شارع عدلي ده، شارع عدلي ده عدلي مين يعني، هتلاقوا 80% مش عارفين عدلي مين. لو عنده شوق إلى المعرفة هيسأل عدلي مين، واحد هيقول له عدلي يكن، يقول الله مين عدلي يكن، هيقول ده معاصر لسعد زغلول. معاصر في ايه؟ قضية الاحتلال والاستقلال، والقصة بقى بتاعت الاستقلال على او الاحتلال على ايد سعد افضل من الاستقلال على ايد عدلي يكن، الى اخر قصص كثيرة جدا. وهو ماشي هيتكعبل في عديد من المعلومات يتثقف ويعرف بقى مين ابطال واعلام هذه المرحلة. خد جانب من التاريخ ليه؟ لانه تعامل مع السؤال الواحد تعامل فيه شوق او اشتياق الى المعرفة. لان عاوز اوضحه ان المعرفة المتغيرة ما هياش مجرد معرفة بالقانون. اولا المعرفة بالقانون والعلم به مسألة مفترضة، يعني ليس يجوز ان انا اشتغل محامي او قاضي او وكيل نيابة او محقق الا اذا كنت دارس قانون وعارف احكام القانون. انما انا اتحدث عما يجاوز علم القانون، وهو علم مفترض وواجب في كل من يعمل بالقانون. يلزم ان يعرف اللغة، لان اللغة اداته، لغة اداته. عشان كده بنقول على المحامي فارس، فارس الكلمة. ينبغي ان يعرف الدين، وعندما اتحدث عن الدين اتحدث عن الاديان، ان يعرف المبادئ العامة للإسلام بغض النظر عن كونه مسيحي أو مسلم، أن يعرف المسيحية، أن يعرف اليهودية، أن يكون على اتصال بفهم المعنى الكلي للكون والله سبحانه وتعالى، أن يكون دارسا للفلك، أن يكون دارسا للطب. عندنا باب كبير جدا في جرائم النفس والطب الشرعي. ما يمكنش تبقى قادر على أنك أنت تعالج قضية فيها اعتداء على الإيه، على النفس أو الجسد، من غير ما تبقى دارس طب شرعي. انت مثلا الفلك ده علم اساسي للمحامي. المنطق، الفلسفة، عدوا زي ما انتوا عاوزين، دي عاملة زي الاواني المستطرقة، كلما زادت حصيلة المحامي او الانسان بعامة من هذه الصنوف المختلفة كلما زادت لديه تراكمات المعرفة، نصل للغاية بقى، وزادت لديه الحجة والقدرة على الإقناع. ده انت بتزحزح حد هو مش عاوز يتزحزح، هتزحزحه ازاي الا بهذا التميز. عشان كده بيقول المحاماة رسالة لا يؤديها الأوساط، وانها فروسية ايضا، وان المحاماة هم فرسان، او المحامين هم فرسان الكلمة.